مساء الخير خويا جمال، ومرحبا بيا بالضيوف، مرحبا بالامبراطور نتاع اللجان هو وليد بخضر، هو اللي كان سهر على تكويني، وسي مسعود جرتيله، سي عبد الستار برك. هذا نموذج نتاع ناس نجحوا، ان شاء الله لو خيان اللي معاك بوسي بوراسين يكون زاد على المنوال هذا. سي هيثم اخوتي، وسي جاد خويا راهو ملعبي كان معنا زاد في اصناف الدراجة الرزيسي. المشكل كبير في الدراجة الرزيس في الجون، وما عندناش مشكل كبير برشا، ما عندنا حاجات جزئيات نحاول نصلحوها، اللي هو معناتها نصرفوا على كيب سينيور، لازم نعطوا قيمه للجون الصغار نتاعنا. لو سي وليد يحكي لنا على الملعب، معناتها فيه برشا حاجات ناقصه. تو في الوضع العظيم نتاع البلاد ما تستناش انت من الوزاره باش تعمل لك تيران غازون في زرزيس في الترطون. اون برانسيب المنشات الرياضيه في زرزيس منهم الكوتيزا، اون برانسيب تتكلف مبلغ نتاع 400,000 ولا 500,000 دينار على الاقل، لاول مره في زرزيس، معناتها شركه عندها فوق من 50 سنه تشتغل في زرزيس، ولا تاع البترول نتاع زرزيس. اون برانسيب المسؤولين في البلديه والمسؤولين اللي موجودين في زرزيس يوقفوا معاها، خاطر احنا اليوم اذا باش ننحوا الهجره في زرزيس ولا باش نغرموا الصغير، خاطر راه بالك راه الصغير يجيك من شماخ ومن حس الجربي ويجيك من لومانسا ويجيك من حمادي، راه سي وليد حاضر على دي كونديسيون، معناتها عشنا معناتها في التسعينات ثم الناس تروح ماضي ساعه نتاع الليل لديارها، عائله باش تعطيك صغارها. ان شاء الله اليوم الناس كل تضافر، ان شاء الله العباد الكل معناتها يعاونوا، خاصة معناتها الزيليت نتاعنا، معناتها كادي والميني والجنيور لوجين مع سي منظر، وخاصة ثم واحد لازم ننسوش ومو على الأقل نخلوه هو معناتها فوق الناس الكل، هو مسعود جرتيله ما لازمش يبعد على الدرجة الرئيسية. مسعود وعبد الستار حتى تو كان ثم التكوين هذوما نتاع المدربين الجدد، ومنظر أخل سي مسعود هو الكشاف، يعني الكشاف الكبير للمواهب في الدرجة الرئيسية. وان شاء الله خاصة انا مع سي وليد، وليد ما يبعدش زاد على الدرجة الرئيسية، خاطر الناس تعرف كيفاش تتصرف مع الملاعبيه، راهو باش تاثر انت ملاعبي في عمر 16 سنه و14 سنه، صعاب صعاب برشا، وان شاء الله نتفائلوا، خاطر مستقبلنا في الدرجة الرئيسية اذا ما يكونوش اللوجين نتاعنا معناتها عندهم الموتيفاسيون ويشوف ملاعبي اليوم في الدرجة الرئيسية عملوا حاجه كبيره، معناتها كملنا شتر سيزون براتيكمون بولادنا، هذا بينا تعطي موتيفاسيون للملاعبي اللي باش يلعب ليكيب سينيور، باش يكون بخاطر اللوجين كي يشوف ملاعبي اليوم صاحبه طلع ليكيب سينيور وهو في الجينيور يولي يتحمس ويترين اكثر ويعمل اكثر. ان شاء الله مع الهيئه الجديده في الدرجة الرئيسية، وان شاء الله السيرتو العام هذايا عازمين على الصعود، وان شاء الله الناس كل تتحزم والناس كل تكون معناتها، خاصه اليوم نتنفسوا احنا باللجان في زرزيس، ما فماش معناتها احنا كنا نجيبوا الترجي نربحوا غادي، نجيبوا الافريقي نربحوا غادي، اللي كانت اللجان نتاعنا معناتها برمي لي ميور في جنوب كامل، مع كل احترامات اما بالخدمه اكيد معناتها الملاعب لازم يخدموا. ايمن تسمع فيا، اذا كنت تسمع فيا صحيح هو بالخدمه اليوم على الاقل، ماذا بينا اللاعبين السابقين في ترجي الجنوب اللي تبارك الله ما شاء الله موجودين هنا وفي الخارج، ماذا بينا يدعموا شويه على الاقل، راهو اليوم قراص اللاعبين القدام ما نجموش نستغنوا عليهم صراحه، كما من بجوا كما جلوري كما عديد اللاعبين اليوم، ماذا بينا على الاقل يدعموا ويوقفوا جمعيتهم. العام الجاي ماذا بينا ناسيونال، باهي صحيح ناسيونال وقوه ربي ترجي الجنوب، العام الجاي ناسيونال باهي، اليوم نخدموا على العمل نتاع الشباب تكوين اللاعبين، عندنا براعم صراحه، وتنجم معناها تبيع حتى جوالات انت تنجم، راهو فريق ترجي الجنوب راهو مركز تكوين مواهب صراحه، اليوم يلزمنا على الاقل اللاعبين القدامى على الاقل يدعموا مثالش يعاونوا بس، وعندهم فيراج عكاره في اي الناس الكل موجوده، وسامحني في كلمه راهو الناس الكل لاباس عليها في جرجيس موجوده لاباس عليها، اليوم كي نجدوا جرجيس ترجي الجنوب معناها امور منففه خاصه ماديا، حتى هي تنجم تتحرك وتخدم فرحانه، فهمتني؟ تفضل.
ما فيش ولا شك، معناتها احنا ديما لبتراس زرزيس وخاصة للشبان، وديما معناتها ما عندنا حتى مشكلة وما عندنا حتى مزية، خاصة لبتراس زرزيس هيك أمنا هيك عائلتنا الأولى قبل كل شيء، هي لمتنا وهي اللي عملتنا، ما عندنا حتى مشكلة، خاصة بإذن الله كان فما معناتها ملتقيات متاع كيفاش نحكوا مع الشاب، خاصة اليوم إذا باش تجي أنا يلزم الملاعبيه كيفاش انت من زرزيس اللي وصلت لعبت في جمعيات هذوما، ايجا هاو كيفاش عملنا، هاو كيفاش تعبت، هاو كيفاش ضحيت، هاو كره فيها ظلم، بربي كلي بارون وكلي لي بارون تاعينه ماكم اللي عنده ولده يجي تينا في الستاد يحب يتفرج ما يلزمش يبوليجي ولده باش يلعب، احنا كي كنا نلعب وباتنا سمعوا بينا كاش في السينيور نلعب، وخلي الطفل مره يتظلم ورا الكره فيها ظلم ميسالش، خليه يتظلم، وكلي بارون خاصه فما تو برشا سياره تو تو الجينيراسيون جديده هذه، اي بارون يحب ولده يطلع كوارجي، يلزم لي بارون يفهم راه فما باركور نتاع ميني وكادي وجينيور ثم يتعذب وفما اي ما يكورش فيه وفما ويلزم هو يبني شخصيته، ويلزم الملاعبيه الصغار معناتها يستمسوا بالصبر وبالتحدي، انا ماذا بيا نشوف الملاعبيه في وقت الفراغ نتاعهم معناتها يمشي يعمل العشرة ولا 11 كيلومتر وحده من غير ما لونتورنير يبلوجيه، ماذا بيا الملاعب تسعة متاع الليل يشد فرشة، فهمتني، هذم هما اللي باش يحسوا يحس الملاعب اليوم غدوة راني أنا مستقبل متاع الجمعية، وماذا بيا خاصة في الأصناف الصغرى فما دي بارون يهزوا ولدو كادي وجينيور يهزوا الجمعية برشا دي زيكزومبل مشاو لجمعيات أخرين ما نجحوش، ماذا بينا يفهموهم يجي يكمل يعمل سينيور في زرزيس خذوا حتى كي تتباع اللي تتباع لي بأكثر، أكيد والناس اللي تبيع في الكيب سينيور زاد يعرفوا كيفاش يبيعوا، راهم ولادنا هم غاليين علينا راهم اكيد، راه ترز الرئيس يتوكل وتشرب وتكبر، ثم احنا ربتنا ترز الرئيس ما ربوناش ديارنا راهم اكيد، فهمتني معنا اكيد، ايمن بتوتر حياتك الصحه في المداخله هذه، نحبوا كلمه الختام منك ايمن، والله ان شاء الله ان شاء الله اخويا ان معناتها ترجع الترز الزرزيسي في عنفوانها، وان شاء الله لاباس على تونس كامله المرض والوباء، وان شاء الله اخويا تحيه خاصه لخويا وليد توحشته برشا، وان شاء الله نشوفكم بخير، وان شاء الله برنامجكم في تالق، وان شاء الله ربي معاكم وليدكم زينه اكيد، انا بشوتك الصحه في المداخله هذه المباشره من